السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. شكرا لدعمكم الدائم للقناة، أتمنى أن تضغطوا على زر الاشتراك ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو. اليوم قررت أن أغير من المواضيع التي تطرقت إليها، فقلت لما لا أروي عليكم قصصا ممسوجة بأنامل أبطال هواة. هي قصص مؤثرة وقصيرة. قصة اليوم هي من إبداع الفتاة نورة الجرويد. قرأت ما كتبت في مجموعة للقراءة تسمى بشغف القراءة على فيسبوك، وراقتني كثيرا. فلما طلبت إذنها في تنزيل بعض محتوياتها على القناة كان ردها هذا يسرني، فأشكرها من هذا المنبر، وأترككم مع القصة القصيرة بصوتي. رسالة إلى أبي: أود أن أخبرك أني اشتقت إليك ولتفاصيلك كلها. كان أصعب شيء هو فراقك، لم أتحمل بعدك عني وأنا لازلت في عمر صغير، لم أكن على دراية بشيء. رحيلك ذاك كان كالصفعة بالنسبة لي. تمنيت وقت ذاك لو أني كنت فقط أحلم كعادتي، لو أني استيقظت ووجدتك قربي لأحتضنك وأخبرك كم أحبك، كم أنك شخص غال على قلبي. كنت أود أن أخبرك الكثير، لكن القدر لم يسمح لي بفرصة لأخبرك عن كل ما يجول بخاطري. ذهبت قبل أوانك، انتشلتك مني الحياة، فغبت عن بصيرتي، لكن لن تستطيع أن تنتشلك من قلبي وعقلي. أما بعد، يؤسفني كثيرا أنك لن ترى أحلامي تتحقق، لكن يا عزيزي كن متأكدا سأبقى أخبرك عن كل ما حققته من أحلامي، وأكتبه لك في رسالة لعلها تصلك يوما ما. كما يؤسفني أنك لن تستطيع أن تقرأ أحرفي هاته، لكن أتمنى أن تشعر بها أينما كنت، فروحي مرتبطة بك وأحس بوجودك بقربي رغم المسافة الفاصلة بيننا. يؤسفني حقا أني لم أستطع أن أخبرك ولو لمرة واحدة أني أحبك وأنك شخص رائع في حياتي. أعتذر يا عزيزي، لم أفصح لك عن مشاعري لأننا لم نعتد هذا بيننا. يكفيني أني كنت أراك أمامي وهذا كان كافيا بالنسبة لي. كنت سعيدة لوجودك بقربي، لكن فرحتي وسعادتي لم تكتمل مع الأسف. الشيء الذي أتمناه الآن أن تكون بخير أينما كنت، حتى ولو لم تكن تسمعني أو تقرأ كلماتي. أتمنى لك السعادة في الدار الآخرة وأن يرزقك الله الجنة، ونلتقي هنا. وأخيرا يا أبتاه، أحبك كثيرا. صراحة تأثرت بالكلمات التي كتبتها نورة وأعجبتني، فأسأل الله عز وجل أن يديم الصحة على آبائنا جميعا، وأن يطيل الله في عمرهم، وأن يجعلهم لنا قرة أعين، وأن يجعلنا الله في الصورة التي يريدها أهلنا أن نكون فيها، وأن لا نخيب ظنهم. وأسأل الله عز وجل أن يرحم آباء المسلمين أجمعين. قولوا آمين.
إذن إلى الفيديو القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا لحسن إنصاتكم واستماعكم. دائما فضلا وليس أمرا، أتمنى أن تشتركوا بالقناة وأن تدعموا القناة بالإعجاب بالفيديو وتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم بخير.